السلام عليكم. طلاب درسنا لهذا اليوم القطوع المخروطية. القطع الأول هو القطع المكافئ بالاسم بارابولا. هنا عندنا تعريف للقطع المكافئ. معلومات التعريف كلش كافية لحل السؤال. لاحظوا ياي هذا التعريف. هو مجموعة النقاط اللي اسمها M، إحداثياتها X Y في المستوي. لاحظ هنا الخطوط اللي أضعها أمامك كيفية حل السؤال. مجموعة النقاط في المستوي والتي يكون بعدها أيضا جوا خط، لاحظ، عن نقطة ثابتة بين قوسين معلومة. النقطة بوكس اسمها، ناخذ منها حرف واحد بي اف شكل بي فارزة صفر، مساويا دائما بعدها، ايضا كلمة بعدها تكررت مرة ثانية، بعدها ايضا عن مستقيم معلوم يسمى الدليل، وتسمى النقطة المعلومة البؤرة، وتسمى النقطة المعلومة أو الثابتة البؤرة. لاحظ الكلمات اللي موجودة هنا شلون نطلع من عندها بقية المعلومات الأخرى. كلام بالبداية تعريف، لاحظ، نحوله إلى رسم، نطلع من عند القوانين، أي أن الموضوع هذا يحتاج إلى رسم في كل المسائل حتى في حالة الانسحاب. أول مرة نرسم النظام الإحداثي في المستوي، من كل كلمة في السؤال راح نطلع المعلومات، صيغة حل هذا النوع من المسائل في موضوع القطوع المخروطية كلها بها الرسم. لا يجوز حل السؤال بدون رسم، ما عدا الأسئلة التي تحتوي على الثوابت اللي تسمى أسئلة الثوابت والرموز. هذا هو النظام الإحداثي. محور السينات، المحور الحقيقي. محور الصادات، المحور التخيلي اللي سميناه، إذا الطالب يتذكر هذا الشكل، لاحظ، هذا المستوى الإحداثي. هنا نقطة الأصل في هذا المكان، نقطة صفر صفر. عندنا نقطة معلومة اسمها إحداثياتها إكس واي، الاسم مالها أم، لتكن النقطة في هذا المكان. هذه هي النقطة الأولى، إكس فارزة واي. بعدها بيناتهم مسافة عن نقطة معلومة اسمها F ب صفر. أحد الإحداثيات صفر، سواء كان في الإكس أو في الواي، معناها منطبقة على المحاور الإحداثية، معناها أكو رسم بالسؤال، لتكن الF في هذا الموقع. الرسم بالألوان أوضحهم كلهم. الF في هذا المكان، لاحظ، ب صفر. هاي تمثل عندنا البؤرة، وهنا عندنا نقطة، بياناتهم مسافة، لاحظ بهذا الشكل، هاي المسافة اللي بياناتهم. المسافة من نقطة الأصل إلى البؤرة، لاحظها، لتكون بهذا الشكل، ثلاث وحدات. أيضا بالجانب الثاني، هذا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، حتى تصير المعلومات دقيقة. بعدها عن مستقيم معلوم، نفس النقطة، بعدها عن هذا المستقيم اللي في هذا الموقع، لاحظ بهذا الشكل. بهذا الترتيب. الملاحظات الأخرى راح أوضحها أيضا على الرسم. هذا المستقيم، لاحظ هنا، ماخذ الإحداثيات منين؟ من محور السينات السالب اسمه X،
يساوي لنا السالب البي نفس المسافة. هنا النقطة موجبة، الدليل سالب، دليل لاحظ بهذا الشكل المسافة اللي بيناتهم هذا لاحظ بها. بالضبط هاي المسافة أوضحها أيضا من هنا، نفس المسافة من أم إلى نقطة هنا، النقطة هنا اسمها كيو، الإحداثيات سالب البي، لاحظ الأكس مالتها سالب البي ومرتفعة للأعلى ماخذ إحداثيات صادية واي. نرجع للسؤال بعد ما ثبتناهن هذه المعلومات الأولى، نرجع مجموعة نقاط وليس نقطة واحدة. أيضا هنا الرأس هنا يكون منها من نقطة البداية، لاحظ بهذا الشكل. هذا هو القطع المكافئ، لاحظ بهذا الترتيب. نرجع للمعلومات، كيفية إيجاد المعادلة القياسية للقطع. نعتمد على الكلمات اللي موجودة في السؤال ونستخرج من عندها المعلومات. لاحظ هاي المسافة أو البعد بين النقطة M والنقطة F تسمى MF. نرجع للتعريف، هو هذا أصل الموضوع، استنتج من عنده MF يساوي لنا MQ مساويا دائما. لاحظ بهذا الشكل قانون المسافة كتب هنا، قانون المسافة يساوي الجذر التربيعي X2 ناقصا X1 تربيع زائدا Y2 ناقصا Y1 تربيع. لاحظ بهذا الشكل القانون، مرة واحد الطالب يتعود على كتابته ويطبق على التعريف. هنا عندنا كلمة تعريف، هذا هو تعريف القطع المكافئ. نطبق المعلومات، المسافة الأولى الجذر التربيعي من M إلى F، لاحظ X ناقصا B، X ناقصا B الكل تربيع زائدا Y ناقصا صفر، Y ناقصا صفر الكل تربيع على المسافة الأولى، يساوي المسافة الثانية من نقطة M إلى النقطة Q في هذا المكان، لاحظ بهذا الشكل. أيضا الجذر التربيعي راح يصير عندنا هنا الأكس ناقصا ناقص البي يصير زائدا البي، نقطة إحداثيها سالب، لاحظ يسبق الإشارة سالبة يصير موجب، كل تربيع زائدا هنا عندنا الإحداثيات الصادية واي ناقصا واي، واي ناقصا واي الكل تربيع. إذا بالبداية تعريف القانون من مسافة طالب يقدر يكتبه من المسودة، وهنا العملية تعويض بالنقاط. بما أنه موجود جذر في جهة اليمين وجذر في جهة اليسار، هنا صار عندنا تربيع الطرفين للتخلص من الجذور، هاي مرت على الطالب في الفصل الأول، تربيع الطرفين، تربيع الطرفين. من عند أحصل X ناقصا الـ B الكل تربيع زائدا Y تربيع يصير Y ناقص صفر تربيع يساوي لنا X زائدا B الكل تربيع، لاحظ وهنا يصير Y ناقص Y صفر، ما نكتبه ما يحتاج، طالب يصير الشكل هذا. بعدها فتح الأقواس، فتح الأقواس، القوس الأول مربع كامل، مربع الأول X تربيع ناقصا 2 في الأول في الثاني 2 B X، مربع الثاني B تربيع زائدا Y تربيع، نفس الخطوات أيضا هنا، مربع الأول 2 في الأول في الثاني مربع ثاني. هنا أكو أكثر من إجابة أيضا أوضحها بهذا المثال. كلمة الاختزال اللي استخدمها على طول الفترة، كلمة الاختزال موجودة نصا في الكتاب، الاختزال هو الإبعاد. هنا مكان ما أنقل البي تربيع للجهة الثانية أحذف بي تربيع، لاحظ هالشكل، هذا مو حذف، الحذف واحد موجب والآخر شنو سالب، هذا شو يسمى اختزال في الرياضيات، إبعاد، من خواص التناسب هذا أيضا أو خواص
المعادلات الرياضية. بعد أيضا لاحظ هنا وياي بهذا الترتيب أيضا الإكس تربيع، لاحظ بيه الإكس تربيع اختزال المتبقي هنا من العملية الرياضية سالب 2 بي إكس زائدا واي تربيع يساوي لنا 2 بي إكس. هذا الناتج عملية الاختزال. بعدها نقل وترتيب لل 2 بي إكس للجهة الأخرى. رأي صار لنا الواي تربيع يساوي لنا 4 بي إكس. أنقل سالب 2 بي إكس للجهة الأخرى. علامة المساواة. هنا صار عندنا نقل وترتيب، نقل وترتيب. من أتى حصلنا على المعادلة القياسية. هنا اللي حصلنا إذا المعادلة القياسية للقطع المكافئ، للقطع المكافئ. لاحظنا الذي تنتمي بؤرته، الذي تنتمي بؤرته لمحور السينات، لمحور السينات سواء الموجب أو السالب، بعدين نوضح الإشارات. ورأسه نقطة الأصل، ورأسه نقطة الأصل، هو هاي المعادلة. المعادلة هي واي تربيع سن 4 بي اكس. هذا السؤال نحل بطريقة التعريف. مرات بالوزاري يطلب من الطالب جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته معلومة أو دليله معلوم وباستخدام التعريف، يريد هذه القواعد. أما إذا طلب التعويض بالمعادلة القياسية فيكون هنا التعويض مباشرة في المعادلة نفسها. نطبق هنا، عندنا تبقى عندنا جملة ملاحظات. ما هي الملاحظات الموجودة في القطع المكافئ؟ ما هي خواصه؟ أولا مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى الدليل عكس البؤرة، الدليل عكس البؤرة بالإشارة. إذا كانت البؤرة موجبة فالدليل سالب والعكس صحيح. اثنين الاختلاف المركزي، الاختلاف المركزي الرمز مالته حرف E يساوي لنا ام اف على ام كيو، ام اف على ام كيو. لاحظ هذا نسمى الاختلاف المركزي ويساوي هنا واحد، الاختلاف المركزي. وفي القطع المكافئ بما ان الناتج مساويا دائما فيطلع الناتج يساوي لنا واحد. لاحظ المسافة بهذا الترتيب، لاحظ بهذا الشكل نفس هاي المسافة. الطالب إذا شاف اكو فرق السبب مالته القطع في هذه الصورة، لاحظ بهذا الشكل فسر الصورة مالته شنو جانبية بهذا الترتيب، بحيث الطالب اكو فرق بيناتهم بالجوابين. ولا القطع نفس المسافة، هاي المسافة لاحظها أشير إلى بخط الشكل مساوية لنفس هذه المسافة. ثلاثة المحور، لدقة الجواب نحتاج المحور. المحور هو المستقيم، هو المستقيم المار بالبؤرة بعد وعمودي على الدليل، وعمودي على الدليل. ناخذ من الرسم، لاحظ هنا الشكل وياي المستقيم المار بالبؤرة، هذا هو محور السينات وعمودي على الدليل، يعني هنا صار الزاوية قائمة. لاحظ نقدر نكتب محور السينات بس احنا نريد معادلته، فمعادلته واي تساوي صفر. هو اكس، اكس فتحة نشتغل هالشكل نقرأ، واي يساوي صفر هو المحور. الملاحظة اللي اوضحها اخر شيء، لاحظوا وياي هذا البؤرة رمزها اف، ملاحظة مهمة حتى الطالب ما يخطأ بيها وتلخص الموضوع كليته بهذه الكلمة. هذه هي البؤرة شكلها بوكس، بي بصفر أو صفر بي أو سالب بي بصفر مهما تكون النقطة. لاحظوا وياي بالبداية هنا عندنا إحداثي البؤرة والدليل، إحداثي البؤرة
بعد والدليل، وهنا عندنا من هو المحور لكل النقاط. كل الموضوع نقدر نختصره برمز واحد حتى الطالب بعد ما يخطئ بي أبدا. لاحظ بهذا الشكل بي صفر أو صفر بي، ماكو إشكال. هنا بالبداية إحداث البؤرة والدليل، وهنا عندك المحور، ويصير موضوع بسيط بدل أن يحفظ الطالب الجدول ويصير عنده مجموعة من الأخطاء. كيف السؤال في الوزاري؟ عندنا نوعين من الأسئلة. النوع الأول تطبيق مباشر باستخدام التعريف، الطلاب يقولون ماكو تعريف ما نحتاجه ابدا، طبق على المعادله القياسيه خطا. والسبب اكثر الامثله الوزاريه في السنوات الاخيره كانت تركز على عمليه التعريف في القطوع. اثنين المعادله القياسيه يمكن للطالب ان يستخدمها علما للتحقيق لسرعه الاجابه. راح ناخذ امثله ان شاء الله نوضح بهذه القواعد البسيطه بعد ما رسمنا القطع الاول. القطع الثاني بنفس الاتجاه بهذا الشكل، هذه الفتحه لليمين، لاحظ قطع اخر لليسار، معادلته القياسية لاحظ يتغير بها صردنا سالب 4 بي اكس فقط. هذا الرسم الاول، نحتاج كل المعلومات. واي سؤال لاحظوا وياي راح نطبق من الان فصاعدا كل المعلومات ناخذها منين؟ من السؤال نفسه ونرسم عليها. الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almarja.com المرجع الالكتروني، طريقك نحو المعرفة.